السيد مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل ملك المحكمة الابتدائية، السيد رئيس مجلس العمالة، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، أيها الحضور الكرام، في إطار الالتفاتات التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لأيتام وأرامل لموظفيها وسعيا منها لتجسيد الإرادة الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة إعطاء العناية الكافية للجانب الاجتماعي لأطر وموظفي الأمن الوطني، والتي تجسد سابق العطف وجميل الرعاية اللذين ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يخص بهما أسرة الأمن الوطني نساء ورجالا عاملين ومتقاعدين، وذلك عبر تدعيم البناء المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني وتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من خدام الأوفياء. فإن المنطقة الإقليمية لأمس خيرات سمارة بتوجيهات من السيد المدير العام للأمن الوطني وبإشراف من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، يسعدها بكل فخر واعتزاز تمثيل السيد المدير العام للأمن الوطني في استقبال وتكريم أرامل وإيتام رجال الأمن الوطني بالإقليم، عرفانا منها للواجب الوطني الذي أخلصوا وتفانوا في أدائه، وتجسيدا لحسن التآزر والتضامن الذي يسود داخل أسرة الأمن الوطني المبني على ثقافة ربط جسور التواصل والانفتاح على محيطها مع استحضار الجانب الإنساني في العلاقات المهنية والاجتماعية. وموازاة مع هذه المناسبة، فإن أطر موظفي هذه المنطقة الأمنية الإقليمية أبوا أن لا يفوتوا الفرصة للاحتفال بموظفيها الذين تمت إحالتهم على التقاعد مثل السنة المصرمة، عرفانا منهم بالجهود والاستماتة ونكران الذات التي أبانوا عنها خلال مشوارهم المهني من خلال القيام بالواجب المقدس والرسالة النبيلة الملقاة على عاتق جميع نساء ورجال الأمن المتمثلة في الصهر على حماية واستقرار الوطن وضمان أمن المواطنين في تشبث سابق بثوابت الأمة.